day 2 اول ما فتحت البرداية طلع في ناس قاعدين على السطح فوق، ما حيبينوا يمكن، بس انه كلهم هيك برا مطلعوا مع بعض يعني، فحسيت حالي كتير غريبة، بس ضليت عم طلع فيهم كرمال يستحوا يبرموا. ظبطت حالي وهلا رايحة جيب غراض للأوضة، يعني كل شي أكل توست ما بعرف شو، هلا بنشوف شو بدنا نجيب وهيك. وهلا بشوفكن أنا ورايحة. أول شي ما فرجيتكن شو جبت من السوبر ماركت لأنه كتير كنت حاملة غراض وكانوا حيتكسروا إيدي فما كان في أصور شي، وهيك كنت كتير ملبكة وهيك. فهلا رجعت طلعت على الأوضة حطيت الغراض وهلا رجع رايحة على الجامعة لأول مرة للأورينتيشن داي. وليكو شو لقيت؟ ليكو هيدا الشباك قد ايه حلو، هيدا بنص الدورمز يعني الكوريدور تبع الدورمز مطرح ما في الأوض، هيدا بنصهم. باص درايفر؟ حسي عم بشوف فورمولا 1. ليكو في غراب هون. ليكو وين السنجاب؟ سرعة الأورينتيشن الساعة 6 مش على الساعة 2 فظهرنا. هلا رايحين على الكاسدير، ما بعرف إذا حنرجع على الدون ولا من كافي كالتورة للساعة 6. فكرنا وخلصنا هلا حنروح نشتري خط وبدنا نرجع نروح على الجامعة لأنه طلع الأورينتيشن على الساعة 6. رجعين رايحين على الجامعة بس وريك هيدا المول اللي أنا عايشة فيه بس من برا. ليكو قد ايه كبير ما بيخلص، استنى تاني بس عم نمشي ورا وبعده. رجعنا على البارك، ليكو هذا البارك بالليل، اجواء رومانسية. هيدي الجامعة هون تايمز 2. فتنا عم طلع الاورينتيشن داي عم يخلص، يعني انا قعدت على الكرسي هي قالت باي باي، بس ليكو هون شو بيستعملوا سكوتر ففيل، يعني حتى مرة تانية جينا وما بدها تزبط. رجعنا فتنا حكينا مع المعلم اللي جوا بس ما استفدنا شيء، بس حكينا معه. هلا قاعدين بالبارك. ليكو قد ايه في كلاب هون؟ ليكو مين اجى لعنا؟ ما بده بده الكيس. ينه عم يحكي معه ايطالي. داي نمبر 3 هلا عم بمشي لحالي رايحه على مطرح، ما بدي اقول لكم وين بس انه مش مهم. وبعدين بدي اروح اتروق بعد ما شربت نسكافيه، وانا دغري راسي بصير وجعنا اذا ما شربت نسكافيه. وما بعرف اصلا اذا هلا البرايتنس منيحه ولا انه طالعه كثير غامقه، لانه ايش على الكاميرا كاني غامقه بس ماني متاكده. خلصت الشيء اللي كان بدي اعمله قبل وهلا رجعت على المول لاكل، بس ما بعرف شو بدي اكل. عم بمرق حد السوبر ماركت وما بعرف اذا بجيب شيء، هي وراي وفي كمان سوبر ماركت بالمول اللي انا عايشه فيه، انه ما انا عايشه فيه يعني، بس انا عايشه نفس البنايه. اليوم 100% لحالي انا، في مش معي، بحب كون لحالي على فكرة. هون مش مثل بلبنان، تخيل حدا بشوفكم بدكم تمرقوا بمرقكم، يعني هيك بيوقفوا انه بكون ما في حدا وراهم بس انا بيوقفوا بمرقوكم وكثير هيك مش مستعجلين مثلنا. اما بلبنان يعني بدكم توقفوا قدامهم ويكونوا حيخبسوكم لحتى تمرقوا. اوكي هلا ظبطت الضوء، هيك احسن بكثير، ما بعرف ليش هيك كان عامل. نسيت صوركم المول اللي انا عايشه فيه كيف شكله من برا انا وفيتر. هيكو شفتوا كيف الكلب بيكون هلا عم ياكل؟ لانه على الساعه 3 بيسكروا كل المطارح، يعني بيبقى كم مطرح بس الفاست فود وهيك مفتوحين، بس هلا بيكون عجقه 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 لانه الكلب بياكل قبل الساعه 3. طلبت الاكل هلا ما طلبت هلا ما بلاش لاشتري وبس اكل بس اليوم ما بعتقد انه في حامل شي معي. رجعت طعم بعض على الاوضه، اليوم شربي ما في شي معي. ليكو شو عم بشرب؟ في ثلاث انواع شوكولاته بقلبها، نص شوكولاته يعني انجو فيها شوكولاته شكلها كثير طيب. نسيت ارجع اصوركم بس طلعت على الاوضه لانه كنت كثير مطفيه وكثير نعسانه لانه ما عم نام منيح، فطلعت ونمت وفقت وهلا راجعه نازله على المول. واجوا رفقاتي 2 صاروا واصلين فحانزل نتعشى مع بعض وهيك. بشوفكم بكره. اليوم ما برد برا ليكو كيف، بس صراحة بضل الطقس حلو حتى لو برد، يعني برد بس بضل طالع الشمس. هلا طالع الشمس بس انه كثير ضباب ما بعرف ليه. راح هلا صرف مصاري من دولار للبناني للبناني لا يورو، ما في كتير بلانز يعني. اليوم بيوصلوا ماي بيست فريند ورفقاتي البنات وهيك. للمرة المليون جيت اكل
ولما رحت لصرف المصاري ما لقيت مطرح اللي كنت رايحه عليه، كنت رايحه على مامي قدام وما لقيت، فكفيت الكزبوره ولقيت كنيسه كثير حلوه وهيك برمت يعني شفت شو في حواليه. جينا مرة تانية على الكنيسة بس هالمرة ما عرف قاعدة بس متذكرة حاسة صار كتير فون بس اجوا هن، بس انه كمان كنت مبسوطة على حالي بس انه كنت كتير تشل، هلا صرت فون اكتر. قاعدة كمان حلوة بالليل، مغرومة بهول القضوية فايتين على المطرح، بعتقد انه مطعم وسوبر ماركت. هيك هون فايت السوبر ماركت نمبر 2 لانه هذيك كثير غاليه ومقلعازة. ليك هاي احلى بكثير، هيك منتر سبنس بلبنان كثير شيء. بدها تشتري 7 فروت، جبت 2 كابتشينو لانه ما بعرف شو بدي اشرب مع النسكافيه اللي جبتهم انا، ما معي كوفي ميت، ما بعرف اي داي صار معه واصلا بطلت عم عيد وما بحس حدا عم عيد يعني. بس اليوم قعدت فمن انتهى من كارتر كنا بنقطع مفروض نبلش معه وحنروح على سنتر تورينو، لانه نحن مش في سنتر تورينو، نحن هيك على الجنب يعني، نحن شي 20 منت بعد عن تورينو فحنروح لهونيك. هيك وين صرنا، صرنا بسنتر تورينو وجاكيت عم تخلقني بس انا منيح لانه كثير برد. كثير كيوت هون، ليكو قد حلو هون. وين الباقي؟ ليكو رفقاتي كيف حال امين ورا؟ بضلهم بايعين لانهم بضلهم يوقفوا لحالهم. اجوا. شو كنتوا عم تعملوا؟ كنا عم ناخذ صور. ايه. هاي هاي ايفريون. بكامو كان يكون اوكي. ها في هون عصافير كثير قرب علي انا وقفت كيوت. هيدا المكان تو فيمس تو فيمس بيبل ان ايطاليا، كل العالم بدهم يتصوروا معنا. ايه انه كل ما حدا يشوف هن كمان صاروا فيمس، ما حنطلع جد لانه كل ما حدا يشوفنا انه بيستحي يسالنا اذا بده يعمل صوره معنا. قلنا بيتزا وباستا فيو من هون. طلبنا 6 بيتزا مارغريتا، قلنا مارغريتا كثير بيسك بس معنا اكيد ستيب باي ستيب. بعدين بنقلكم اذا اطلب بهون او بلبنان. اكيد مش بلبنان. بلا بس بنقلكم اسيود اسيود سيت كوبون. ايه بس انه اكيد مش اطلب، مش انه بلبنان ما بعرف. المهم انا دقيت بيتزا بلبنان اول يوم. بقلكم اذا اطيب هون ولا بلبنان. ايه بنقلكم Hi everyone. 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 خلصت بس يلا ذوقي بيرفكت صراحه. هيدا اطيب من اللي اكلتها هونيك بس هيك كان بس صوص فما بعرف اذا طيبه بالاخير من لكم قد ايه اوفر تايم كيوت. مهم ما يقربوا علي. نسيت اعملكم ديتنج للبيتزا بس بعطيها 9 بس صح؟ ايه اوكي. وليا كمان بتعطيها 9. هيدا المحل البرفيومز اذا حدا بيعرفه يعني انتو توب توب بالبرفيومز. ميكو شو رأيت؟ كيف مفوت ما بعرف، ما بعرف اكيد حفوت. ميكو وين صرنا على السانسيت؟ لوف هلا فرجيكم هيك بعملكم فتلة قديه حلو. بس عم تصور كارين وإليا هي عم تصور. بحياتي بطلع بالمترو اول مره بستكشف اسطنبول وليكو عمين قاعد انا افرجيكم بس بطلع على البيت.